لما نبقى هنا؟ فإذا تفرغ لنا علي بن أبي طالب سيقيم الحد علينا لاشتراكنا في دم عثمان بن عفان. طمئن، ما دمنا في المدينة فلن يستطيع إقامة الحد علينا حتى نتفرق، وإن حاول محاسبتنا فسيثور الأعراب عليه. ولماذا يثورون عليه؟ لأنهم يظنون أنهم هم من جعلوه خليفة. ألم تسمعهم يتبجحون بقتل عثمان وإقامة علي مكانه؟ بلى، سمعتهم. فإن أراد الاقتصاص منهم فسيقولون إنه خدعنا حتى تم له الأمر. كيف يخدعهم وهو لم يكن موافقا لهم من البداية وكان معارضا لقتل عثمان؟ أكثر هؤلاء وصلتهم كتب بخط علي وصدقوا أنها منه، لذلك تراهم يتجرؤون على الصحابة. وابن عديس والغافقي وغيره، هؤلاء جاء بهم غرورهم، أما الرعاع فقد جاء بهم غباؤهم، وكلاهما رأى أنه لا بد من قتل عثمان. فما الصلة بين هذا وبين بقائنا هنا؟ كل الصلة. ما توقاه عثمان سيتوقاه علي، فهما من طينة واحدة وإن اختلفت الطباع. تقصد أن علي لن يقاتلنا كما فعل عثمان درءا للفتنة؟ أجل، بدأت تفهم. علي سيفكر بأسلم الحلول درءا للفتنة. وما هو أسلم الحلول؟ أسلم الحلول هو يدعنا نتفرق ونعود إلى ديارنا، وعندما يستتب له الأمر يطلب من القبائل كلها تسليم من شاركوا في الفتنة ليقاضيهم، وهذا مطلب الحق. يا ابن سبأ، سنخسر رؤوسنا من وراء هذا الحق. أوجئت بنا إلى حتفنا؟ أنا سهل بن حنيف، أمير الشام بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأنا حبيب بن مسلمة، قائد جند الأمير معاوية بن أبي سفيان. إن بعثك أمير المؤمنين عثمان بن عفان فحي هلا، وإن بعثك غيره فارجع من حيث أتيت. ولكن عثمان بن عفان ذهب إلى دار الحق، وأمير المؤمنين الآن علي بن أبي طالب. أي جزء من كلامي لم تفهمه؟ قلت لك إن بعثك أمير المؤمنين عثمان بن عفان فحي هلا، وإن كان غيره بعثك فارجع من حيث أتيت، وليس عندي ما أضيفه إلى ما تقدم. منذ متى ونحن ندبر لهذا الأمر؟ ها؟ منذ 5 سنين. أو تظنني بعد هذا الوقت سأسمح لأي طارئ أن يفسد ما بدأناه؟ إلا إذا فكر هؤلاء بالرجوع إلى أمصارهم. وماذا تريد منهم أن يفعلوا؟ أيقضون بقية حياتهم هنا؟ ما هي إلا بضعة أشهر حتى ينقسم القوم، فهل تظن أولياء دم عثمان سيسكتون عن ثأر صاحبهم؟ وحينها سيكون لنا ما أردنا له أن يكون. ينقسم القوم جماعات تقتتل فيما بينها، ويعودون كما كانوا قبل محمد؟ مع فارق بسيط، قبل محمد كانوا يقاتلون بعضهم دون التبرير لأنفسهم، أما الآن فسيقاتلون بعضهم مع إيجاد المبررات لأنفسهم، وهذه أشد. لماذا؟ لأنهم يقتلون بعضهم إرضاء لله كما يظنون. وعندها نكون قد حققنا ما أقسمنا عليه حين خرجنا من صنعاء تاركين ديننا وأهلنا. لا يا خراس، ما زالت الطريق طويلة على ما أقسمنا عليه. لم يبني محمد هذا المجد في ليلة وضحاها حتى نهدمه نحن في سنة وسنتين. ألم يقل عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن تركناه أذلنا الله؟ أجل،
سمعت شيئا من هذا القبيل، وإن كنت لا أحب عمر هذا. ليس للعرب عز بغير الإسلام، مشكلتنا مع الإسلام لا مع أي شيء آخر. إنهم يملؤون المدينة، وقد هرب أكثر بني أمية منها خوفا على أفواههم، لائذين ببيت الله الحرام. المدينة الآن تحت تأثير الغوغاء، وأصبحوا قوة لا يمكن السيطرة عليها. يا ابن العاص، إن لم أقم أنا بهذا الأمر فسيضيع دم عثمان هدرة، لن نستطيع بعدها المطالبة بدمه. ونحن معك، وما تريده نريده أيضا. فانظر ما ستفعل، وسنكون إلى جانبك في الضراء قبل السراء. لن أبايع عليا قبل أن يقتص من قتلة عثمان، لن أسلمه الشام يا ابن العاص قبل أن يقيم القصاص عليهم. فوالله ما أنا بالرجل الذي يسلم الظروف قيادة. إن لم أطالب بدم عثمان الآن وأنا في أعز ما أكون، أو تظن يا ابن العاص أني سأقدر عليه غدا حين أجرد من كل أنصاري؟ لقاني حبيب بن مسلمة قبل أن أدخل الشام وقال لي: إن كان بعثك أمير المؤمنين عثمان بن عفان فأهلا بك، وإن كان غيره بعثك فارجع من حيث أتيت. علينا أن ندرك أنه حديث أناس غاضبين ليس إلا، فكلنا يعرف أن أهل الشام أكثر الناس إخلاصا، لا سيما أن بينهم معاوية. الحسن على حق، القوم ثكلى، ولا بد أن الخبر قد آلمهم. مهما يكون حزانا فلن يكونوا مثلنا، نحن الذين صحبنا عثمان في الجاهلية والإسلام، فهذا أمر الله ولا راد لقضائه. يجب ألا يسود الغضب على الرأي الحاذق. يا عمه، إنهم أهلنا وعلينا أن نجد لهم الأعذار. إنما تقوله عين الصواب يا أبا محمد، وهذا ما قاله أمير المؤمنين. كلما سددنا خرقا تفتق غيره وأردف أنه سيمضي لما هو خير للجميع. قل لي يا سهل، على ما عقد أمير المؤمنين العزم بعد أن سمع ما جرى معك في الشام؟ سيرسل أمير المؤمنين رسولا إلى معاوية ليرى ما عنده، وبعدها يرى أمره إن شاء الله. نعم الرأي والله، نعم الرأي. كان الله في عون أمير المؤمنين، قطع الطرق لن يتركوا المدينة، ومعاوية معتزل في الشام. بعث له أبي برسولين ولم يجبهما، وأخشى إن عاد الثالث دون جواب أن يحدث ما لا يحمد عقباه. لا أكتمك سرا يا أبا محمد، إن بعض أهل المدينة أصبحوا يتهامسون فيما بينهم عن غلبة القتلة والغوغاء وعدم المقدرة عليهم. ليس أبي من الذين يغلبهم الناس على أمرهم، ولو كان الأمر حوله لأقام عليهم الحد، ولكن قد يعيثون في المدينة فسادا فيقع فيما هرب منه عثمان. كما إن رفض معاوية البيعة جعله يؤجل أمرهم كي لا يقع بين نارين. وإن بقي معاوية رافضا البيعة والرد على أمير المؤمنين؟ رفض؟ إنها والله الفتنة، وأرجو أن لا يحدث ذلك. لو كنت مكان أمير المؤمنين يا أبا محمد، ماذا كنت ستفعل؟ لو كنت أميراً للمؤمنين، لما كنت أميراً للمؤمنين لهربت منها. اسمع أيها زبير، لن أجلس في المدينة أكثر من ذلك، إن شئت تخرج معي. والله أنت لست بأشد كرهاً مني لهؤلاء المارقين، ولكننا ننتظر حكم أمير المؤمنين فيهم.
أمير المؤمنين لديه ما يشغله عنهم، وأنا لن أصبر أكثر من ذلك. ولكن قد يغضب أبو الحسن إن خرجنا من المدينة. ولما يغضب؟ نستأذنه في الخروج معتمرين إلى مكة، على الأقل نرتاح من رؤية قتلة عثمان. إن أبا محمد على حق، نفسي لا تطاوعني على الخروج من باب منزلي كي لا أرى أولئك الفسقة الغدرة فأتذكر عثمان بن عفان رحمه الله. اجلس يا أبا محمد، اجلس، تفضل. أنا أرى أن ننتظر حتى نرى إلى ما تنتهي الأمور بين علي ومعاوية. وإلى ما ستنتهي برأيك؟ إن معاوية متشبث برأيه، وأمير المؤمنين متشبث برأيه، ولن تنتهي حتى نموت من القهر ونحن ننظر إلى هؤلاء الطغمة. فنخبر أمير المؤمنين إذن؟ سنخبره. تجهز للخروج، ونحن أيضا نتجهز ونسير بعد أيام إن شاء الله. إن شاء الله. أمير المؤمنين يرسل رسله حرصا منه على ألا يحدث خلاف بينه وبين معاوية. أهلا وسهلا. أهلا بك. وماذا يريد معاوية؟ هذا هو رسول أمير المؤمنين الثالث، ولم يرد معاوية لا بخير ولا بشر. أمير المؤمنين يريد أن يعرف رأيكم في الأمر. أرى أن يكف أمير المؤمنين عن إرسال الرسل إلى معاوية وينتظر قليلا، فإن عاد عما هو فيه فذاك خير، وإلا فلا بد مما ليس منه بد. أرى أن ننهض إليه ونجبره على الدخول في الجماعة، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما أنا فأرى ما يراه ابن عباس، فلنمنح أنفسنا بعض الوقت، هذا خير لنا ولجميع المسلمين. لا أظن أن معاوية سيتراجع وأن اللين سينفع معه. فلننتظر حتى يسمع أمير المؤمنين بقية الصحابة، وبعدها سنرى ما سيفعل. لقد طال الأمر كثيرا، إن قلوب الناس تغلي غيظا لابن العاص، وأخاف أن تبرد مع مرور الزمن. القلوب الصادقة لا تبرد ولا تنسى من أحد. أجل يا ابن العاص، ولكن طال الأمر كثيرا على الناس. لن يطول الأمر أكثر من ذلك، فقد أرسل معاوية إلى علي بن أبي طالب رسولاً يخبره بأن يقيم القصاص على قتلة عثمان وبعدها يبايعه. يقولون إن أكثر هؤلاء انخرطوا في جيش علي وصاروا تحت لوائه، بل إنني سمعت أن بعضهم قتل عثمان كي يلي الأمر علي بن أبي طالب. دعك من هذا الكلام، ما هي إلا أراجيف. لقد كان علي من أكثر المدافعين عن عثمان ومن أشدهم غضبا عليهم، لكن عثمان رحمه الله منعنا من التعرض لهم، لذلك تركت مني. إنما أنقل إليك ما سمعت، ولكن كما يقال أهل مكة أدرى بشعارهم. هذا ما أشار به علي أصحابكم، فما الذي ترونه أنتم؟ الرأي ما تراه أنت يا أبا الحسن. والله لأنا قبل هذا الأمر أريح بالاً وأنعم عيشاً، وإنما قسيته من الهم في هذه الأشهر القليلة لا يعدل كل سني عمري. فاصدقوني القول، فإن خير أصحابك من صدقك. يا أمير المؤمنين، والله إنك خير من يلي هذا الأمر، إلا أن إخوتك يسألون عن قتلة عثمان رحمه الله. يا أمير المؤمنين، يعز علينا أن نسمع أن بعضاً ممن شارك في قتل عثمان رحمه الله قد انخرطوا في الجيش. يا أبا عبد الله، لا يمكننا أن نأخذ بكلام الناس حتى تقوم الحجة والبينة، ثم إن قتلة عثمان رحمه الله قد اختفوا عن الأنظار، منهم من رجع إلى بلده ومنهم من لا يعرف بالتحديد. علينا بالصبر والتريث، علينا بالصبر والتريث. والله لم تعد لنا طاقة على الصبر،
إن النار تشتعل في صدورنا. إن هذا الأمر دواؤه التسكين، يجب أن نصبر حتى تستتب الأمور ولا يكون إلا ما كتبه الله. يا علي يا ابن خالي، هقد مضت شهور على مقتل عثمان، والله لقد ضاقت بنا المدينة وهؤلاء القتلة يعيشون بيننا، فأذن لنا أن نخرج إلى مكة المكرمة معتمرين. معاوية، هيا ألن تأكل؟ فقد أضر امتناعك عن الطعام بجسمك. لا يا فاخدة، ما قلة الطعام أضرت بجسمي، إنما بجسمي أشد من فقد الطعام. أو تظن حزنك يرد الذاهبين؟ إن هي إلا إرادة الله ولا راد لقضائه. ونعم بالله يا فاخدة، ونعم بالله. ليس الذي يشغلني ما مضى بقدر انشغالي بما هو آت. يا أبا عبد الرحمن، لا تدع الهموم تقتلك، نحن بحاجتك، واحرص على حياتك من أجلنا. أهلا يا حسن. أهلا بك يا أخي. تفضل. أين كنت؟ ذهبت لأرى أبي فلم أجده. كنت مع أبي في السوق واشترينا تمرا، تذوق وسوف تدعو لي. لو تعرف كيف اشتريناه. أخبرني. بعد أن طرحنا السلام أنا وأمير المؤمنين على البائع، سأله أبي بكم تبيع التمر؟ فقال له 3 أصواع بدرهم، والثاني قال مثله، أما الثالث فقال 2 صاعان بدرهم. فقال له أمير المؤمنين: أمسكت بك، لما تزيد بسعر التمر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله إن تمري أجود، إنه يذوب في الحلق كالعسل. فاشترى أبي منه وأراد أن يعطينا 3 أصواع بدرهم، فرفض أبي وقال: لا تختصني في بيعك، فهو شر لك في دينك وشر لي في ديني ودنياي. أنا رسول معاوية إلى علي بن أبي طالب. الحمد لله على سلامتك، كيف كانت رحلتك؟ الحمد لله. تفضل. يا ابن سبأ، يا ابن سبأ. قد عرفت لك من الرجل. من هو؟ إنه رسول معاوية إلى أمير المؤمنين. أخيرا تكلم رأس الأمويين. أجل، تكلم. وأين هو الآن؟ قد دخل على أمير المؤمنين. دخل على أمير المؤمنين. ماذا كان في رسالة معاوية؟ لا شيء، رسالة فارغة فيها عنوان فقط: من معاوية بن أبي سفيان إلى علي رضي الله عنه. وعندما سأله أمير المؤمنين: ما وراءك أيها الرجل؟ فأجاب: ورائي أني تركت قوما لا يرضون إلا بالقصاص، وأني تركت 60,000 شيخ يبكون عثمان رحمه الله. وبماذا رد عليه أمير المؤمنين؟ صح والدنا: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان.
علينا أن ننتظر ما سيكون من أمر معاوية بعد عودة رسوله إليه برد أمير المؤمنين. الرسالة ذات معنى واضح، وهي دلالة على عدم المبايعة. ما نحتاج إليه هو التعقل والصبر حتى لا نأتي عملا في حالة غضب نندم عليه. يقول أمير المؤمنين لابد من تسليم الشام أولا وأخذ البيعة، وعندها نتفرغ للغوغاء الذين استباحوا دم عثمان رحمه الله. أرجو أن لا ننجر إلى أمر لا تحمد عقباه يا ابن عباس، فإن حدث الصدام بيننا وبين أهل الشام فوالله إنها خسارة للإسلام وأهله. لا أظن أبا الحسن سيرضى بما طلبت منه. إن طلبي لا يتجاوز الحق يا ابن العاص. إنه الخليفة الآن، وقد بايعه الصحابة في المدينة، ولن يرضى بإقامة الحد إلا بما يراه من موقعه كخليفة. رضي الله عن أبي الحسن، والله إنه جدير بالخلافة، ولكني لم أبايعه ولن نبايع لخليفة قبل أن نقتص من قتلة عثمان. لا أظن أبا الحسن سيكون في مأمن منهم، وستكون إمارته عليهم أشد من إمارة عثمان. فلئن كان عثمان يتقرب إلى الله بالكف عنهم، فإن عليا سيتقرب بهم إلى الله، وكلنا نعرف جرأته بالحق. والله لولا حديث سمعته من أم المؤمنين عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرجت إليكم بقميص عثمان. وما الذي سمعته يا ابن بشير؟ سمعت من أم المؤمنين عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعثمان: يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. قالها صلى الله عليه وسلم لعثمان 3 مرات. لا عليكم، قد بذلتم وسعكم. ليست غايتنا قتل الرجل، بل أن ينقل إلى عدو الله معاوية ما رآه من رجال أشداء ملتفين حول أمير المؤمنين. إن أهل المدينة يتهامسون أن أمير المؤمنين سيقيم الحد علينا. دعكم من الأراجيف يا إخوة الإيمان. أراحك الله يا ابن سبأ كما أرحت نفوسنا. لا عليكم يا إخوتي، لقد خرجنا نصرة لدين الله، وكي نعيد الأمر إلى من أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألستم تحبون محمدا؟ بلى والله، أكثر من أحب أنفسنا. فإذا لن يخزيكم ربكم تبارك وعلا وأنتم تضربون على أيدي الكفرة ومغتصبي الحق من أهله. إئذنوا لي فقد اشتقت إلى الصلاة. أي عقل تملك يا ابن سبأ؟ لقد غذيت عقول هؤلاء السذج من المسلمين بما يدمر دينهم. سأفتنهم في دينهم بعلي بن أبي طالب حتى يعبدوه ويغالوا فيه. يساعدني بذلك قلة علمهم وحداثة عهدهم بالإسلام. لو علم علي بما تفعله لقتلك شر قتله. عندما يعلم علي أو ممن يسمون نفسهم بصحابة رسول الله يكون الأوان قد فات. لقد وصل مخنف من الكوفة، أتريد أن أدخله إليك خلسة؟ أجننت؟ اذهب أنت إليه وأنا ألحق بك. حسنا. يجب أن نأخذ البيعة من أبي عبد الرحمن بالقوة إن تطلب الأمر، دون الحاجة إلى النظر في شروطه. يا عمر، إن ابتلانا الله بهذا الأمر فنحن أجدر أن نأخذ المسلمين بالرفق، ونحن آل بيت الرسول. فلئن أجتهد فأخطئ، فلا أقتل من يشهد أن لا إله إلا الله أحب إلى نفسي من أن أجتهد فأقتله وأنا مصيب. أوليس الذي يفعلونه بداية فتنة؟ ولكنهم أبناء عمومة عثمان، أي إنهم أولياؤه. قد قال الله سبحانه وتعالى: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا.
إنها والله بداية الفتن التي تحدث عنها جدي صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ المسلمين من الفتن. آمين. اللهم احفظ المسلمين من الفتن. آمين. اللهم احفظ المسلمين من الفتن. فكيف رأيتم حال أهل الكوفة؟ مجمعون أكثرهم على علي، ولكن ثم أنصار لعثمان يطالبون بالقصاص له. كثر؟ إلى حد ما، ولكن لا تقلق، نحن نعرف زعماءهم ورؤساءهم جميعا. والبصرة؟ أنصار عثمان فيها كثر، وبعض أنصارنا بدأوا بالنزوح إلى الكوفة خوفا على أنفسهم، وكذلك الحال في مصر. أما في الشام فلن يبقى لنا فيها من نثق به. اسمع، تخبر القوم في الكوفة أن الأمور تسير على ما نحب، وأن خروج أنصارنا من البصرة خطأ. يجب أن يظل لنا أنصار في الأمصار كلها، فلن يفيدنا اجتماعهم في الكوفة أبدا. حسنا. وقل لهم الصبر الصبر، فقد انقضى من الأمر أكثر مما بقي. ولكنهم يسألون عنك في الكوفة، لقد كثر فيها الأنصار واختلطت علينا الأمور. قريبا إن شاء الله. هل من وصية؟ الحذر الحذر، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. أستودعكم الله يا أخوتي. لا فقدت السلامة. رحمه الله، مضى شهيدا، ولعل الله يجمعنا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جنته. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مضى عثمان مظلوما يا أبا عبد الله، ولم ينصره أحد، لا حيا ولا ميتا. لم يخذله المسلمون يا ابن أبي عامر، إنما هو أمر الله ولا راد لأمره. أو أكثر من هذا الخذلان خذلان يا أبا عبد الله؟ والله لو وجد له من ينصره لما ذبح في داره من الوريد إلى الوريد. والله لو وجد له من ينصره لما مرت الشهور ولم يقم القصاص على قتلته الذين يملؤون المدينة آمنين في جيش ابن عمي علي بن أبي طالب. لقد ألمتنا بكلماتك الجارحة يا ابن أبي عامر. الأمر ليس كما نقل لك، إنه حديث يطول شرحه. هدئوا من روعكم واجلسوا، علنا نصل إلى ما يخرجنا مما نحن فيه. إن الطالب للدم لا يصح أن يقيم الحد، بل يدخل في الطاعة ويرفع دعواه إلى الحاكم ويطلب الحق عنده، ولا يجوز لأحد أن يقتص من أحد ويأخذ حقه دون السلطان أو من نصبه السلطان لهذا الأمر، لأن ذلك يفضي إلى الفتنة وإشاعة الفوضى. لذلك وحفظاً للأمة، فقد رأينا أن نخرج إلى الشام ليستتب أمر هذه الأمة ولا يمزقها الخلاف، ثم نفرغ بعدها للقصاص من قتلة عثمان رحمه الله. ألا وإني خارج إلى الشام، فأعينوني على طاعة الله ما وسعكم ذلك، وكونوا معي إن شاء الله. وقد رفض معاوية بن أبي سفيان البيعة حتى يتم القصاص، أفيكون معاوية أشد غيرة منا على أمير المؤمنين؟ ويحك يا مروان، إن نحن من بايع علي بن أبي طالب وأرغمناه على القبول بهذا الأمر، أفننكث وعودنا له؟ اهدأ يا أبا محمد، أنا لم أطعن في بيعة أبي الحسن، ولكن لهؤلاء القوم شوكة ولن يستطيع القضاء عليهم حتى يعيثوا في المدينة فسادا. فلئن تقاعسنا جميعا عن نصرة عثمان حيا، فلن نتقاعس أبدا عن النيل من قتلته. يا بني أمية، إن لكم خليفة،
وهو الذي يحق له القصاص من قتلة عثمان. قد مرت الأيام والشهور ولم يحدث شيء. لديه ما هو أهم من ذلك الآن. أما نحن فليس لدينا أهم من الثأر لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بايعناه جميعا يا أبا محمد. أما والله لو كان القتيل ابن عمك لما سكتتم كل هذا السكوت. أما والله وقد قلت ذلك، فما أظنك تحبه كما أحببناه، ولا أظنه يحبك كما يحبنا. نحن لم نسكت إلا طاعة لأمير المؤمنين ورأبا للخلاف. أخشى أن الخلاف هو ما سيحدث إن طال السكوت أكثر من ذلك. لله ما أظلم هؤلاء الغوغاء، قتلوا الخليفة وما يزالون مغروسين في المدينة يفسدون هواءها، كلما ألمحوا وجوههم أزدادوا حيرة. وأنا مثلك يا أبا محمد، تتملكني الحيرة. فقد سمعت جدك صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترون ما أرى؟ فقلنا: لا. قال: فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. ما تظن أبا الحسن سيفعل يا أبا عبد الرحمن؟ سيرجع للقوة. ألأننا نطلب القصاص منهم؟ هو لا يقاتلكم لأنكم تطلبون القصاص، بل لأنكم ترفضون مبايعته. إنما نرفضها حتى يقتص من هؤلاء الفاسقين، ولا يمنعنا من المبايعة إلا ذلك. قد أخبركم بما يراه، إن الطالب للدم لا يجوز أن يحكم، بل يدخل في الطاعة ويرفع دعواه إلى الحاكم ويطلب الحق عنده. ولا يجوز لأحد أن يقتص من أحد ويأخذ حقه دون السلطان أو من نصبه السلطان لهذا الأمر، وإلا سيفضي ذلك إلى الفتنة وإشاعة الفوضى. اسمعني جيدا يا ابن عمرو، حتى لو أصاب أبو الحسن رضي الله عنه فيما ذكره فأنا آمن جانبه، ولكن من يضمن أننا لن نقتل على يد قتلة عثمان واحدا تلو الآخر؟ من؟ بل إنني بدت أخشى على علي منهم. فما الذي تراه الآن يا معاوية؟ الآن يجب أن نكون على أهبة الاستعداد. نسيت أن أقول لك شيئا أيها الأمير. ماذا؟ لقد هاجمني بعض من هؤلاء القوم، وهم يسبونك أنت وعثمان. ستكون فتنة يا قوم، يجب أن نفعل شيئا. قد جئنا إلى أم المؤمنين لنرى رأيها، يجب أن نصلح الأمر، يجب أن نبذل كل جهدنا في سبيل ذلك. وإلا قسمت الأمة على حالها وذهبت أرواح بريئة كثيرة. قالت أم المؤمنين عائشة: إن عثمان قتل مظلوما، والله لأطالبن بدمه. أم المؤمنين على حق، ونحن والله قد قصرنا في طلب دمه، فما نحن فاعلون يا أبا عبد الله؟ لقد آن الأوان للنيل من قتلته، حتى ولو كان ثمن ذلك سفك دمائنا طلبا لدمه. إن هؤلاء الغوغاء الذين استباحوا دم عثمان لا أراهم يحفظون دم علي من بعده. لذلك يجب ألا نترك أمير المؤمنين وحده،
إنه في وضع لا يحسد عليه، وإن تركنا العبء كله على كاهله فسوف يكون مصيره لا قدر الله كمصير عثمان رحمه الله. ولكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ ثم إننا إذا تصرفنا بالأمر دون إذن أمير المؤمنين ألا يعد ذلك خروجا على طاعته؟ سألت أم المؤمنين عن ذلك فقالت إنما نحن نخرج مصلحين، فقد قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو الرأي، نخرج جميعا إلى المدينة ونطلب من أمير المؤمنين القصاص، وإن حاول هؤلاء الغوغاء التمرد علينا وقفنا سدا في وجوههم. وسنكون سدا منيعا في وجوههم يا أبتي، فثمة 1000 رجل قد جهزهم عبد الله بن أبي عامر من ماله الخاص وهم على أهبة الاستعداد. ماذا عن استعدادات خروج أمير المؤمنين إلى الشام؟ قد أرسل إلى قيس بن عبادة في مصر أن يلتحق بنا، وإلى عمرو بن أبي سلمة في البحرين أيضا. سيخرج أمير المؤمنين إلى العراق أولا ومنها إلى الشام، ولكن ما يشغله هو أمر أهل المدينة. ألن يخرجوا معنا؟ إن جيش أهل الشام لا يستهان به، فقد اختبروا الحروب جيدا وتمرسوا في قتال الروم. سيرون من أهل العراق ما لم يروه من الروم؟ كف عن ذلك يا أشتر واطلب السلامة للمسلمين. قد حز في نفس عمي علي أن يتقاعس أهل المدينة عن نصرته يا أمي. يا بني، إن أهل المدينة يرون أن الخروج لقتال المسلمين من بلاد الشام فتنة، فكلهم يقولوا كيف نقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ لكن أهل الشام عصوا أمر أمير المؤمنين وامتنعوا عن بيعته، وهذا الأمر سيعيث فسادا في البلاد. إن أبا الحسن محق فيما رأى، ولكن أهل المدينة يبتعدون عن الشبهات. أتقولين ذلك لأن أبا الحسن زوجك أم لأنك ترين ذلك؟ لا والله يا بني، ولكن من أفقه في الدين من عمك علي ابن أبي طالب؟ لقد قال عمر بن الخطاب أقطان علي، فليس أبا الحسن من يهم بأمر لم يتبين فيه الحق من الباطل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولدي محمد، كيف حالك يا أمه؟ بخير الحمد لله على سلامتك يا ولدي. حمدا لله على سلامته. أين كنت؟ تقاتل الروم؟ كيف حال أخي الكبير؟ لست أخاك ولا أعرفك، أنت أخو الغوغاء وشذاذ الآفاق. حتى أنت يا أخي، وكنت أظنك الوحيد الذي سيعذرني. فيما؟ في بقائك بين قتلة عثمان رحمه الله؟ رحمه الله، على رسلك يا أخي، عندما كنت بينهم لم يكونوا قتلة عثمان، إنما غضبت لنفسي واعتزلت المدينة. أقسم بالله أنني لم أكن أعلم أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. هذا لأنك غر، غرر بك وقادوك كما تقاد البعير، حتى يقول الناس انظروا هذا هو ابن أبي بكر، ولو لم يكن هؤلاء القوم على حق لما كان بينهم. تعسا لك. أنت أخي الكبير ويحق لك أن تقول ما تشاء. والله لو رأى أبو بكر الصديق ما فعلته لساءه أن تحمل اسمه.